نعم 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 انت الرجاء ددا وين رجاء؟ عم ام ام هاي امي والله حنينة تطلع راح اطيح حظك هاي الحنية على امك توي بعد امك ماما بقى بس كشور شنو صخل تحب اليم وياك هيك رجعت للبيت بدلت قبل ما التهي بهواي شغلات خليني ادردش وياكم موضوع كلش مهم. شوفوا اغلبنا يهتم ببشرته بشعره بنظاره المظهر الخارجي مالته خصوصا احنا البنات وكيكاتي او عامه الناس حتى المتابعين، ولكن قليل جدا نهتم بايدنا وقدمنا. يمكن بين فتره واخرى نروح للصالون نسوي تنظيف للقدم ونسوي اظافرنا، حلو؟ طبعا بعد ما احنا نروح للصالون وننظف اظافرنا ورجلنا تبقى القدم اللي هي اهم جزء بجسم المراه. يعني بالنسبه لي كل ما كانت قدمك حلوه ونظيفه وملمسها مثل البيبي كل ما بقيتي كاشان، هاي وجهه نظري يعني. بعد ما نسوي اقدامنا بالصالون يراد ادامه للموضوع مع القمر، فتحديدا قدم المراه وهي من اهم علامات الجمال عند المرأة هي القدم. القدم حتى لو سويتي بالصالون أو دزيتي على كادر نظفوا لك الأقدام وسووا لك أظافرك، القدم إذا ما تهتمين بيها وبين فترة وفترة ترطبيها وتسوي لها تريتمنت راح تتفطر وراح تكون جافة وبالتالي يكون مظهرها ما حلو. فإحنا ما بعد يومية أكيد نروح للصالون. من فترة وقعت لي على منتج يجنن وللأمانة هو صار له شهر إلى شهر ونص عندي بس ما قدرت أصور لكم إياه. ليش؟ إلا أجربه، قلت ما متوازية أني يعني ما الحمد لله أني هواية إعلانات عندي هواية التزامات عندي ما متوازية أجرب أي منتج يجيني دايركت، لا أخذ وقتي بعدين أشوفه هل هو مناسب فعلا أي بما معناه يبيض الوجه من أحجبي. فهذا المنتج يا بنات شوفوا هذا من شهر تقريبا صار له عندي، هذا بالافوكادو وهذا بزبدة الشيا. اوكي هذا شنو؟ هذا يوفر لك كلش هواي فلوس اللي تذبيها بالصالونات. اني ما اقول لك تروحين صالونات ولا تسوين اقدامك او اظافرك، لا بالعكس هذه رقم واحد يعني نظافة المرأة بقدمها وبايدها وترطيب الايد ايضا. روحي ولكن انت من ترحين القدم يحتاج لها ادامة، يحتاج تبقين مستمرة ترطبيها لحتى تحافظين على هاي الجلسة او الروحة اللي رحتيها للصالون. فهذا يجنن يجنن حرفيا، اذا تستخدميه راح تحصلين على قدم مثل البيبي كلش حلوه. راح اراويكم طبعا انا مستخدمته من شهر الى شهر ونص فقلت بعدين احكي لكم عنه. باعوا هذا بالافوكادو، شوفوا طريقه استخدامه بسيطه جدا ما يراد لها راحه الفاضي. شوفوا يا بنات حتى نحافظ على قدم حلوه ومثل البيبي وبشره تخبل وراحتك ما تروح خساره اللي رحتيها للصالون، وان ما رحتي للصالون فانت عندك هذا البوكس راح يغنيك عن راحه الصالون. هاي وين دارت ابوي؟ اي زين هو دام يتحرش بيه في عهد التليفون وحده يتحرش بيه. شوفي حبيبي تفتحين هذا الكيس اوكي راح تلقين جواريب جواريب شوفي بس اني لانه عندي خطوط حمر بالاعلان ما راح اقدر اصور لكم رجليه وشلون طريقه استخدامه ما يمشي الحال مترهم يعني فمضطره اشرح لكم شفهي. شوفوا هاي الجواريب تفتحوها طبعا مليانه ترطيب مليانه يعني بس تلبسيها راح تترطب القدم عندك 80% يمكن تحصلين على ترطيب القدم. شوفي طريقتها جدا سهله ان شاء الله اتمنى توصل الصوره. هذه تفتحيها
تكون قدم نظيفة، تكوني طالعة من الحمام أو غاسلة القدم مالتك ومتأكدة إنه هي نظيفة 100%، تفتحين هذه شوفي، أوكي، تفتحين هذه راح تلبسين الجوارب. طبعا هذا مليء بالترطيب، مليان ترطيب زبدة الشيا والأفوكادو، أكو نوعين على حسب أنت شو تحبين. مو لبستي راح تبقين بيها حلوة ساعة ونص، محافظة على قدم حلوة مثل البيبي، بشرة تجنن. بعد الساعة ونص شو تسوين؟ توخرين هذا، قولين نزعتي هذا وخرتي من القدم، تحطين المرطب مالته اللي هو هذا شوفي. طبعا حتى تبقى رجليك حلوة اثنين اقضي، ها شوفوا اراويش المرطب مالته جد حلو وريحته شوفي حلوة. بعد ما تأكدنا 100% انه القدم ترطبت وبقينا بها ساعة للجوارب، هذه باعها بقينا بها ساعة الى ساعة ونص، بعدين توخرين الجوارب شو تسوين؟ تحطين هذا اللي هو مرسوم عليه اثنين اقدام شوفي، ترطبين بالبشرة ويبقى عندك لمدة 24 ساعة الى 48 ساعة، راح تحسين يطلع لك الجلد الميت. شلون بشرة الأطفال من تتقشر؟ يعني قدم تخبل تخبل راح تصير. وإذا بقيتي مستمرة على هذا الكورس والاهتمام اليومي صدقيني ما راح تخسرين جمالية ونعومة قدمش نهائيا. وأكرر، جمال المرأة وأحلى ما بالمرأة أنه تكون أقدامها حلوة ونظيفة ومحافظة عليها. تمام، هذا كملنا من عنده. الإيد أيضا لها حق علينا، هالمرطب اللي جن شوفي حبيبي هذا ما ينعاف نهائيا، ما يحتاج كلش أهمية ترطيب الإيد. هاي مرسوم عليه اثنين إيدينات، بكل وقت وانتي قاعدة ترطبين إيدك، وانتي طالعة ترطبين إيدك، وانتي بالدوام ترطبين إيدك، وانتي طالعة من الحمام وطالعة بيضة مكشرة وتلقلقين تحطين المرطب. ما يحتاج أقول لكم شنو أهميته. فهذا عندنا واحد، وعندنا الثاني بالأفوكادو، عندنا بزبدة الشيا وعندنا بال أفوكادو، والاثنين ما يحتاج أقول لكم إيش قد مهمين ويفوتون بعمق المسام البشرة ويرطبوها. سعره مناسب جدا واقتصادي، أفضل بكثير من العناية اللي تسويها بالصالون الشهرية. أوكي، وإن سويت العناية الشهرية فلازم تبقين على هذا حتى تحافظين على جمال أقدامك وإيدك. هسا أحط لكم وين أماكن المبيعات، استخدموه وحيل حتدعوا لي. أحبكم هواي.